السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين. هذه حلقة جديدة من برنامج بعض الطبع، نقرأ فيها أبرز محاور صحافة الخرطوم التي صدرت هذا الصباح. اخترنا بعض المواضيع التي تعد بمثابة متابعة للأحداث التي نناقشها يوميا عبر برنامج بعض الطبع، وفي هذه الحلقة نستند في التحليل الإضافي لما وراء الأخبار لضيفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي دكتور عبد الله آدم خاطر. أهلا وسهلا. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين. أهلا وسهلا. نبدأ أولا بالعناوين، حيث كتبت صحيفة الانتباه: الكتلة الديمقراطية لا خيار غير الانتخابات المبكرة، حال فشل الاتفاق. أما صحيفة اليوم التالي ففيها سلفاكير يطالب الخرطوم بتجاوز الخلافات السياسية. أما الحراك السياسي ففيها شكاوى من أوضاع النازحين بالدمازين، ومن البيان خالد عمر يقول: لا توجد جهة تملك حق الفيتو لوقف الاتفاق الإطاري. أما باج نقل من وزارة التربية بولاية الخرطوم انطلاق امتحانات الفترة الأولى غدا، ولجنة المعلمين بالرغم من ذلك تتمسك بإغلاق المدارس. أما من الصيحة فريق أممي رفع تقرير عن ارتفاع مستوى الجريمة مع عودة قوات الحركات لدارفور. أما من الوطن فالنائب العام يوجه بإحالة المتهمين في أحداث جنوب دارفور للقضاء. أما من صحيفة السوداني ففيها تصريح لرئيس مجلس السيادة البرهان، قال: ليس لدينا أطماع تحركنا ولا نية لدينا لخوض الانتخابات. كانت هذه هي العناوين بعض القراءة التحليلية بعد الفاصل. نبدأ أولا بالحدث الأبرز، حيث ورد في أخبار اليوم بأن الامتحانات قائمة غدا رغم إضراب المعلمين والذي امتد لأكثر من شهر. حسب موقع باج نيوز الإخباري كتبت فيه: الطلاب بين المطرقة والسندان، لجنة المعلمين تتمسك بالإضراب وترفض الامتحانات. في تفاصيل هذا الخبر، أعلنت لجنة المعلمين مواصلة الإضراب حتى 23 من فبراير، وقالت اللجنة في بيان أنها ترفض إجراء الامتحانات في ولاية الخرطوم وكل الولايات، مشددة على تمسكها بضرورة صدور قرارات واضحة في مراجعة نسبة الصرف على التعليم، الحد الأدنى، ومراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة وفروقات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وصدور قرار بصرف الفروقات لشهور يناير فبراير ومارس، وهي منحة المجلس السيادي. كما طالبوا بالالتزام بتنفيذ القرار 363 والخاص بمعاش المثل. وأتى بيان اللجنة بعد ساعات من تأكيد وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بداية امتحانات الفترة الأولى للمرحلة الابتدائية يوم الأحد المقبل، في وقت تبدأ امتحانات المرحلة المتوسطة يوم الثلاثاء المقبل. امتحانات دون معلمين، يعني هذا ما يتبادر للذهن، هل يمكن أن يحدث هذا الأمر في ولاية الخرطوم؟ طبعا يمكن، ولكن يعني ليس هو، يعني هو شيء طبيعي بكل تأكيد. الشيء الطبيعي أن الطلاب بعد أن حصلوا على المعارف الضرورية بالنسبة لهم يجب أن تكون الأساتذة، لأن الأساتذة هم جزء من البيئة التعليمية وجزء مهم تماما في البيئة التعليمية وقيادتها. فأي امتحانات خارج، يعني على الرغم من أنه يمكن أن يحدث ذلك، ولكن بدون المعلمين أعتقد أنه تكون صعب. يعني عملية يعني ليست قاسية ولكن تكون سابقة لا تحتمل، يعني في المناخ السوداني المألوف على الأقل، ونحن مقبلون على واقع ديمقراطي أيا كان شكله، فنحن مقبلين على واقع ديمقراطي. وزارة التربية والتعليم عندما تعلن قيام الامتحانات يوم الأحد والثلاثاء للمرحلة المتوسطة، بالضرورة هي مكونة نفسها الوزارة من كيانات تضم أساتذة في المدارس. هذا يعني بالضرورة سؤال يجب أن نطرحه. صحيح نحن في عدة مرات من خلال برنامج بعض الطبع عبر الضيوف في البرنامج عن أحقية المعلمين بمطالبهم، وبأنه هذا ما يستحقونه، وبأن المعلم لابد أن يكون هو الأعلى أجرا على الإطلاق. لكن ما يدفع الآن للسؤال بأنه وزارة التربية والتعليم هي تضم أساتذة
عندما خلصت إلى هذا القرار يبدو أنه هي ستستند إلى أساتذة لضمان قيام الامتحانات، ألا يعني هذا بالضرورة أن الأساتذة ليسوا على قلب رجل واحد؟ بطبيعة الحال في يعني في خاصة يعني في مثل هذه الأحوال مؤكد لن يكونوا على قلب رجل واحد، ولكن الذي يجمعهم في هذه اللحظة هي القيمة الأخلاقية للمعلم. يعني زي ما تفضلتي أنه الاحتياجات المادية يجب أن تلبى للمعلم في أعلى مستوى من مستويات تلبية الحاجات الوظيفية، ولكن يظل أن المعلمين عندهم مسؤولية أخلاقية تجاه يعني طلابهم، وهذا يحتاج يعني مسألة دقيقة تحتاج لمزيد من النقاش الدقيق جدا بين السلطات الإدارية والمعلمين لتجاوز هذه المسألة. بس هو واضح أنه بعد يعني إضراب مرحلة على عدة يعني فترات مختلفة، نعم، إذا لم يتسنى لهم الجلوس والنقاش فلن يجلسوا يعني في الساعات المقبلة قبل يوم غد حتى يتمكنوا. سؤالي عن أنه إذا كانت وزارة التربية والتعليم تستطيع يعني القيام بالامتحانات بجزء من المعلمين، ألا يضعف هذا موقف المضربين من الأساتذة؟ بالطبع لا يضعف، لأن القضية يعني ما لم تحل فالقضية قائمة حتى ولو عبر عنها شخص واحد، ولكن هذه المسألة في الوقت الراهن هي مسألة أخلاقية بالدرجة الأولى. فمهما كان الوقت ضيق فأنه إما الحكومة حكومة الولاية والحكومات الأخرى ترضخ لرأي المعلمين على الأقل من ناحية جزئية وتؤكد لهم بحسب جدول محدد أنه أو مطلوباتهم وطلبياتهم يعني تجاز وتصلوا، وإما يكون في يعني نوع من التسوية اللي مقبولة لدى المعلمين بحيث أنه ده يحافظ على كرامتهم ويحافظ على قيمتهم الأخلاقية في المجتمع. طيب بما نحدث عن القيمة الأخلاقية، محور أخير نناقشه في هذا الخبر هو القيمة الأخلاقية لدى المعلم فيما يتعلق بالجدول الزمني للطلاب. يعني إحنا تعودنا في العملية التعليمية عندنا العلم مربوط بالزمن، وكان التدريب على الانضباط وعلى زمن الحصة وزمن الامتحان وزمن الطابور كلها تعويد وتدريب للطلاب على تقدير قيمة الزمن. طيب إضراب مفتوح وحتى ما معروف متى يمكن أن يرفع، بالضرورة له انعكاساته على زمن الطلاب. يعني هذا الأمر ألا يضعف من قيمة الوقت لدى المعلمين ليرسوها لاحقا كمبادئ تدرس للطلاب؟ بكل تأكيد، لكن يعني إذا يعني قارنت الموضوع في الإطار السوداني العام، يعني أي من المهن أو أي من الهياكل بتاعة الدولة اليوم هي ملتزمة تجاه المواطن بحقوقه. ليست هناك يعني حقوق يمكن أن تقول أو تقولي بأن هذه الحقوق معتبرة أو عندها الاعتبار الكافي متداول، وأنه عدم الثقة أصبحت يعني هي السمة العامة يعني بين المواطن وأجهزة الدولة بشكل عام. فهذه مسألة فعلا يعني تمثل يعني انحراف خطير تجاه التفكير تجاه مؤسسات الدولة بشكل عام. صحيح. من صحيفة الصيحة نقرأ تقرير أممي يتحدث عن ارتفاع مستوى الجريمة مع عودة قوات دارفور أو قوات الحركات لدارفور. في تفاصيل هذا الخبر كشف فريق الخبراء المعني بالسودان ويتبع لمجلس الأمن الدولي عن ارتفاع مستوى الجريمة في دارفور، وذلك مع عودة قوات الحركات المسلحة إليها من العاصمة الخرطوم. وقال تقرير فريق الخبراء إلى مجلس الأمن الدولي حسب صحيفة السودان تريبيون، ازداد مستوى انعدام الأمن والجريمة مع عودة القوات الدارفورية من ليبيا وإعادة نشرها من الخرطوم إلى دارفور. يبدو من عنوان الخبر بأن هناك اتهام واضح لقوات الحركات المسلحة بأنها هي السبب وهي المسؤولة عن انعدام الأمن في دارفور، وذلك بعد عودتها إما من ليبيا أو من الخرطوم. ما تبعات هذا الاتهام؟
هي لم تصل حد الاتهام ولكن حد التوقعات، وهذه مرحلة يمكن أن يتم تداركها بمسألتين، بأنه الحركات المسلحة اللي خاصة اللي لها توقيعات في جوبا، يعني في اتفاق جوبا لسلام السودان، عليها مسؤولية وطنية كبيرة جدا تجاه هذه القوات، خاصة وهي تخرج من بلد يعني مستقبلة نوع من السلام ونوع من الاستقرار، فإذا لن تكون في حاجة بأن تستقبل أي شخص خارج عن القانون في ظل النظام الجديد في ليبيا. إذا هذه المسؤولية تقع على موقعي اتفاق سلام جوبا بأنهم هم المسؤولين مسؤولية مباشرة عن السلام والأمن والاستقرار في الوقت الراهن. من الناحية الأخرى نحن كسودانيين الناس الثوار الناس اللي قالوا في يوم من الأيام بصوت عالي وقوي جدا كل البلد دارفور، هذه أيضا مسؤوليتهم بأنهم يتتبعوا هذه الآثار السالبة ويعملوا على تنبيه الدولة في مركزيتها أو في الحكومة الاتحادية بأن يكون هذه المسائل يعني لا تصل حد الاتهام المباشر أو الفوضى المباشرة ضد الأمن والاستقرار في دارفور. فيما يتعلق بقانونية وضع القوات قوات الحركات المسلحة وفقا لاتفاقية جوبا والجزء المتعلق بالترتيبات الأمنية، كان يجب أن يحدث إدماج تدريجي للقوات لتصبح كلها تحت إمرة قوات سودانية واحدة، ولكن هذا الأمر لم يحدث بطبيعة الحال للأسف. يعني في هذا الأمر عندما نسأل أي منضم للأحزاب الموقعة أو الحركات الموقعة لاتفاق جوبا يتحدثون دائما عن نقص الدعم اللوجستي والمالي لحل هذه المعضلة، ما هي معلوماتكم في هذا الصدد وما هو أثر ذلك؟ طبعا يعني المتفق عليه يعني بين كل المحللين والمهتمين بقضايا السلام في السودان أن اتفاق جوبا لسلام السودان في حد ذاته يعني اتفاق معتبر لكل الحيف وكل الظلم وكل القضايا التاريخية الخاصة سواء كان بإقليم دارفور أو الأقاليم الأخرى، ولكن الصعوبة الحقيقية والمعوق الأساسي أن البنود المتفق عليها خاصة الترتيبات الأمنية لم يتم فيها أي تقدم، خاصة أنه في اتهامات بأنه في إرادة أو في رغبة من داخل الحكومة المركزية أو الاتحادية لا ترغب في إدماج أو في تسيير أو تسيير العملية الأمنية بالنسبة لهذه القوات، مما يجعل المخاطر مضاعفة في الأوقات السابقة. الآن يجب أن نعطي اعتبار أكبر لمسألة التدابير والترتيبات الأمنية بما يسمح للقوات التي جاءت تحت اتفاق جوبا بأنها تساهم في ترتيب الأمور في دارفور واستقرارها أمنيا. من صحيفة السودان نقرأ تصريح لرئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة البرهان، يقول ليس لدينا أطماع تحركنا ولا نسعى لخوض الانتخابات. في تفاصيل هذا الخبر أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أنهم في قيادة البلاد ليس لديهم أطماع سياسية تحركهم ولا يسعون لخوض الانتخابات، لكنهم مهمومون بشأن ومصالح مواطني كل السودان ويسعون لحلحلتها بتجرد، ووعد ببذل كل جهد ممكن لهذه الغاية بإمكانات البلاد والقوات المسلحة. وجدد البرهان خلال مشاركته في عقد 220 زيجة جديدة بمنطقة البسلي محلية الدامر، جدد الدعوة للسياسيين بالخرطوم للاهتمام بالقضايا التي تهم عاش الناس والانصراف عن الخوض في موضوعات لا تخدم هذا الجانب. طبعا حديث السيد رئيس مجلس السيادة عن أنه لن يخوض السياسة ولا يريد حكم البلاد هو
حديث ناقشناه في عدة مرات، لكن سؤالي عن المكان ومناسبة المكان وطبيعة الحديث الذي تقدم به السيد رئيس مجلس السيادة، هي زواج ل220 شاب ولكنه كان مليء بالجرعات السياسية. أول حاجة مبروك للإنسان، ويعني نتمنى لهم عيشا هنيئا وبيت مال وعيال، يعني دي المبدأ السوداني المطلوب، وأعتقد أنه يعني في مثل هذا المناخ نحن نشجع الاستقرار الاجتماعي والأسري يعني في كل السودان، وهذه يعني مبادرة طيبة جدا من رئيس مجلس السيادة أن يكون على رأس المهنئين يعني في هذه الزيجات. ولكن فيما يتعلق بموضوع القيادة المستقبلية أو القيادة السياسية عن طريق الانتخابات، لم يطلب منه أحد أن يكون جزءا من المستقبل، لم يطلب منه أحد، بل الطلب الأساسي بأنه يبتعد قدر ما يستطيع عن التدخل في المشهد السياسي بما يعيق العملية السياسية وسط اللاعبين السياسيين اللي هم من الأحزاب والقوى المدنية في ظل بناء واقع ديمقراطي جديد. وبالحقيقة بعد 30 سنة من الشمولية والديكتاتورية وكذا، أعتقد أنه هو يجد نفسه مضطر أن يقول مثل هذا الكلام، لأنه لا أحد يصدق أنه الخروج من الشمولية تتم بسهولة. صناعة هذه الأحداث الاجتماعية لأجل بث رسائل سياسية هي طريقة عرفناها، يعني احنا الجيل اللي قمنا ولقينا عمر البشير رئيس للسودان، واحنا اللي كان بيسوقونا من المدارس مسيرة وغيره. الحشود المصنوعة لأجل الرسائل السياسية، استخدام ذات الأسلوب، يعني ألا يثير المخاوف أكثر بأنه هذه ذات الطريقة؟ يعني هي دي الطريقة السودانية قديمة، يعني استخدموه كل القادة السياسيين البرزوا للحياة العامة في السودان. الرئيس أزهري كان يعني مشهور بأنه رجل المجتمع الأول، يعني حتى بصورة طبيعية ولا مصنوعة؟ بصورة طبيعية، ولكن يعني له من العوام من جعلوها صناعة بكل تأكيد. كل القوى السياسية الأخرى أيضا عملت هذه المسائل، وهي موجودة في المجتمع السوداني، بل موجودة في كل المجتمعات الأخرى، الجانب الاجتماعي بدعم الجانب السياسي. ولكن في مثل هذه الظروف كان الأفضل لرجل في مقام السيد برهان أنه يعني يبارك ويطلع، ليس يبارك بس يؤكد أنه يعني قد لا ألقاكم بعد زواجكم هذا. طيب ممكن يعني صعبة. الشعب السوداني مدمن سياسة حتى على رأس الدولة، حركة سياسية وأيضا ضمن يعني إجراءات سياسية. لجنة الوساطة تعلن الفراغ من وضع مصفوفة محدثة لاتفاقية جوبا. في تفاصيل هذا الخبر، أعلنت لجنة الوساطة الفراغ من وضع مصفوفة محدثة لاتفاقية جوبا لسلام السودان بعد مداولات للجان الفنية لأطراف السلام والحكومة استمرت لمدة 5 أيام. وأكد مقرر لجنة الوساطة ديوما توك إن الوساطة التي تقدمت بالدعوة لرئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ليشهد التوقيع. وقال ضيو إن الورشة اتبعت منهجية قضت بعرض كافة بروتوكولات الاتفاق ووقفت على العقبات والتحديات التي صاحبت التنفيذ بوضع تصور متكامل لتحديث مصفوفة الاتفاق لرفعها إلى قيادة الاتفاق لإجازتها والتوقيع عليها. دكتور عبد الله، الخبر شوية مربك، يعني في عنوانه يبدو بأنه الوساطة تعلن الفراغ من إعداد المصفوفة، ولكن تفاصيل الخبر تتحدث عن الاتفاق لتصور يقوم بتحديث المصفوفة، ولكن لم يتم بعد تحديث المصفوفة. أين هي الحديث الحقيقة وما هو موقع التنفيذ؟ فعلا هي المسائل ما زالت مربكة، ولكن يعني كما قلت قبل قليل بأن أزمة اتفاق جوبا أنه هياكله وأهدافه وتوجهاته الوطنية
ليست محل اختلاف، ولكن المسألة الأساسية هي أنه التنفيذ والتطبيقات يعني إن لم تكن معدومة فهي ضعيفة غاية الضعف، وقد تتمثل فقط في التعيينات السياسية والدستورية التي تمت. الآن مهما حدث من تحديثات فإن المجتمع الدولي ما لم يكون موجود ويساهم يعني كما وعد من قبل، فإن هذه المجهود الكبير قد لا يصل إلى أي مكان. إذن مهما قلنا ومهما تأكد لدينا فإن الضرورة القصوى بأن المجهود الذي تم في جوبا لن يفيد مطلقا دون أن تقوم هناك حكومة مدنية ومتكاملة ومعترف بها دوليا وتأكد وجودها كي تكون العملية السلام متسقة مع تنفيذات الاتفاق الإطاري النهائي. دكتور عبد الله أبو خاطر، وصلنا إلى الختام، شكرا جزيلا. كويس أنك منحتيني دكتورة كمان، شكرا لك. ما صعب، لكن ظننتها موجودة يعني. شكرا لك أستاذ عبد الله أبو خاطر، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، هذه نهاية حلقة اليوم من برنامج بعد الطبع، وغدا إن شاء الله موعد جديد. إلى اللقاء.